هي أنه ما هو الطريق للمودة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. ما هو طريق المودة؟ آية قرآنية ثانية توضح ذلك، تقول ما هو طريق المودة. عفوا معذرة، رواية شريفة توضح الطريق. أنا أريد أن أود أهل البيت، ما هو الطريق لذلك؟ المودة اللي هي أجر الرسالة، ما هو الطريق لذلك؟ آية قرآنية مع رواية تشرح هذا المعنى. الآية ماذا تقول؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود مصدر، الود هو المودة، والمودة هي اسم المصدر، فالود يساوي المودة، مثل الحب والمحبة، الحب هو المحبة والمحبة هي الحب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة. هذه الآية لها تفسيرات عديدة، أحد التفاسير اللي الآن راح أذكرها لكم راح ينفع في بيان الطريق للمودة. التفسير يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام شنو معنى هذه الآية وما هي المودة، فيقول سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ولاية محمد وأهل بيته. الرواية إذا الآن أذكر نصها لكم قد يكون ذلك هو الأفضل. نعم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الكافي الشريف عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال عليه السلام، نص الرواية هكذا، أنا بالمعنى نقلتها، ولاية أمير المؤمنين هي الود الذي قال الله تعالى. فالذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني ولاية علي عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني إلا ولاية علي عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث طبعا طويل، لكن أقتصر على بعض الإشارات. إذا أراد الإنسان أن يدرك ولاية أمير المؤمنين، إذا أراد أن يدرك ود علي عليه الصلاة والسلام، فالطريق إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا على حسب درجات الإيمان، كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد مودة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإيمان الحقيقي. كلما ازداد الإنسان عملا صالحا ازداد قربا وولاية لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الرواية لأنه قد يستغربها البعض، لأن هي خلاف التفسير المتداول يعني في بعض التفاسير، ويمكن خلاف مثلا ظاهر المتفاهم البدوي. أنا بعدين فكرت فشفت أن الآية اللي افتتحنا بها الكلام تشعر بهذا المعنى أيضا، لذا قرأنا الآيات من أولها، الآيات الشريفة في أجر الرسالة. ماذا تقول؟ والذين آمنوا وعملوا الصلاح، لاحظوا نفس المصطلح قاعد يتكرر بنفس الترتيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نجي إلى آية المودة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده، شنو؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل بعد هاي المقدمتين لأكد فيهما على مفهوم الإيمان والعمل الصالح، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نقطة التوقف وهي دقيقة، لاحظوا الله سبحانه وتعالى قاعد يجمع بين العام والخاص في لفتة بديعة جدا، فهو خطاب للعموم وهو خطاب للخصوص في الوقت نفسه، فكأنه قاعد يخاطب الخاص بشكل خاص والعام بشكل عام، ويخاطب العام وهو يلتفت إلى الخاص. توضيح ذلك بالمثال، أنت إذا تريد تستنجد بناس، المئات من الناس من أنصارك في مقابل عدو أراد أن يدهمك،
فأنت تستنجد بالناس، أيها الناس أنجدوني أغيثوني، لكن تدري الذين سيغيثونكم 4-5 فعينك عليهم. فالخطاب عام وهو في الوقت نفسه خاص، عام فلا يستطيعون أن يتملصوا من التكليف، وخاص لأنه يدري ذول اللي راحوا يستجيبون لا غير. فعندما يقول أيها الناس أغيثوني أدركوني، يشوف ذول 3-4 في الوقت، يدري ذول اللي يستجيبون. فجمع العامة للتكليف والخاصة للأمل، التكليف للكل والأمل بالبعض.